اليوم نبغى نتكلم عن موضوع بسيط جدا لكنه مهم جدا، مهم جدا لكل الأشخاص سواء اللي حضروا الكورسات أو اللي ما حضروا. مهم هذا الموضوع، كثير مهم. إنه كثير من الأشخاص يسألون يقول طب أي هدف أختار؟ طب أي طريق أسلك؟ طب أي نية؟ أي نية أنقي؟ ثم حيرتونا، يعني خليتونا كذا في يعني معضلة، يعني طب أروح هنا ولا أروح هنا، ولا أوجه يمين ولا أوجه يسار. فهذا هو الموضوع اللي أبغى أتكلم عنه، إنه أنت كيف يكون عندك المقاييس بحيث إنك تعرف أفضل نية لك لتضعها ضمن نواياك أو تقتصر نواياك على هذه النوايا للعام الجديد. أول شيء أبغى أقول لك إنه من المهم إنك تغلق النوايا أو تحذف النوايا القديمة، هاي تكلمت عنها أكثر من مرة، وموجودة أيضا ضمن كارما النوايا، موجودة ضمن نهاية القصة كيف تقوم بالعملية هذه، لأنه وجود كثير من الملفات المفتوحة في حياتك يربك النية حتى لو كانت صحيحة. نفترض في شخص حط نية صحيحة، أفضل نية وطاقتها ممتازة وأدواتها متوفرة ومستوى الطاقة متوافق، بس في كثير ملفات مفتوحة تبي تعيق النية اللي هي صح، مع أن اخترناها صح، لكن وجود الفوضى في الخلفية، وجود كثير أهداف مفتوحة، مشاريع مفتوحة، احتمالات، نوايا، كل هذا يحتاج أن يترتب، يحتاج أني أنا فعلا أسكر هذه الأهداف، أغلق هذه المشاريع، أحذف هذه النوايا، عشان يعني هذه أول خطوة عشان أنا أختار أفضل نية أنا تناسبني للسنة الجديدة. أبغى أتكلم عن ثلاثة أشياء أنا أعتبرها أفضل نية، وأعتبر الشخص اللي يسلك هذا الطريق هو شخص ذكي، إنه هو يعرف ينقي زي ما نقول النية المناسبة لهذه السنة. طبعاً لا يعني كلامي إنه أنت بقية النوايا راح تحطهم في الزبالة وراح تحطهم في سلة المهملات، لا، لكن في نوايا أنت يعني أنت عندك زي ما نقول زي الصندوق، النية هذه نبغاها الآن، النية لا لسه في الصندوق، ما شعلناها، ما ولعناها، ما أعطيناها الطاقة، هذا اللي بالضبط إحنا نبغاه، ما نبغى نقول والله هذه للأبد ما راح نشوفها. أفضل النوايا أول شيء لازم تفكر فيه إنه أنت عندك الداخل، عندك سايدين أنت مسؤول عنهم، زي ما نقول الجانب الشرير أو الجانب الخير أو الجانب المنير أو الجانب المظلم أو الجانب الضعيف أو الجانب القوي. يعني هذه هي الخلاصة اللي أنت لازم دائما تكون في بالك، انك انت منتبه لهالقصص، انك انت معطي طاقه هنا ومعطي طاقه هنا، مضبط هنا ومضبط هنا، وهذه جزء من مسؤوليتك في الحياه، وجزء من الطريقه الصحيحه لاستخدام الطاقه في الحياه. وايضا في نفس الوقت اللي انت قاعد توازن يمين ويسار، قاعد توازن الجانبين، ايضا عندك الخارج، انه لازم تكون منتبه للخارج، يعني تراقب بعدين تدخل جوا، تنتبه للنور والظلام، تراقب ترجع جوه تنتبه للنور والظلام. فهذا الثلاثي اللي موجود عندك هو مدار أو مجال النوايا اللي أنت لابد أنك تشتغل عليها في الحياة. أول شيء لابد أنك تعرف الشيء اللي موجود برا هو انعكاس الداخل، وبالتالي ما دام هو تجلى وظهر وطلعت طاقته للأجواء وعلت وصار واضح وصار مراقب وصار ينشاف وينسمع وينشم ويتذوق، فمعناها أنا وصلت لمرحلة أنه عندي كارما مع هذا الشيء الظاهر. فهنا تأتي أحد النوايا المهمة، اللي إيش الشيء اللي ظاهر برا يتوافق مع الداخل، إيش الشيء اللي برا الآن ظاهر أقدر أنا أنسجم معه، عندي شيء يتوافق في الداخل مع هذا، ما هو الشيء اللي موجود برا أقدر أنا أتوافق معه. 2022 ماذا تقدم؟ ما هي الطاقة اللي تقدمها 22 توافق شيء في الداخل عندي؟ فهذه أحد أفضل النوايا اللي لابد أني أنتبه لها. أيضاً لما تدخل جوا عندك نيتين لابد أنك تركز عليهم، عندك الظلام اللي جواتك، الضعف اللي جواتك، لابد أنك أنت تحط على الطاولة وتقول ما هي الأزمة، المشكلة، الزاوية الحرجة في حياتي اللي تحتاج إلى حل، هذا أبغى أحطها على الطاولة، وأبغى في 2022 أني أحل هذا الموضوع.
قد يكون عندي مشكلة في علاقة، قد يكون عندي قرار متعطل في علاقة، قد يكون عندي مشكلة مالية، قد يكون عندي مشكلة مشاعرية، قد يكون عندي تراكمات من الماضي وصدمات، أحطهم على الطاولة أقول 2022 راح أنظف هذه الصدمات وراح أتخلص منها. بالتالي إيش الضعف اللي على السطح؟ ما هو الضعف اللي على السطح؟ مدام هو على السطح، مدام طلع على السطح، مدام هو قدامك، مدام هو كذا قاعد بين عيونك، معناها أنت الآن مسؤول عنه وجاهز أنك تحل هذا الموضوع. لذلك مهم أنك أنت تضع نية مرتبطة بهذا الجانب المظلم، جانب الضعف، جانب الألم عندك. تحط نية مرتبطة بتصحيح، بتقوية، بتقبل، بتنظيف، بترتيب. كل هذه النوايا اللي مرتبطة بأنك أنت تحاول تضبط الضعف اللي عندك. طيب الزاوية الثالثة اللي هي زاوية القوة، زاوية النور، زاوية الخير، زاوية التألق اللي موجودة عندك، زاوية الرغبات، زاوية الرغبة اللي أنت تعرف أنك أنت شاطر فيها. أنا رسامة أبغى أسوي معرض يكسر الدنيا في 2022. أنا مثلا والله ميك اب ارتست أبغى أسوي كذا في 2022. فهذا السايد اللي عندك فيه قوة اللي أنت مسؤول أنك أنت تعتني فيه وأنك تقدمه للآخرين وأنك أنت تمرر هذه الطاقة للآخرين، هنا أيضا لابد تحط لك نية مرتبطة بهذا الجانب المضيء جدا والقوي جدا. لكن الشيء اللي في الظلام لابد يكون هو الشيء الأكثر إيذاء، والشيء اللي في النور لابد ما يكون الشيء الأكثر رغبة. لابد ننتبه لهذا الشيء. في السايد اللي أو في الجانب اللي فيه ضعف كثير لابد يكون الشيء اللي طفح على السطح. خلاص اللي طفح على السطح هو أفضل نية، اللي طفح على السطح هو أفضل نية. الجانب المضيء، الجانب القوي ما تروح الرقم واحد، الرغبة العالية لا اللي بعدها، يعني الرغبة العالية هذه فيها اضطراب مشاعر وفيها تعلق، فبالتالي مهم انك انت تنزل شوي. فبهالطريقة راح يكون عندك افضل ثلاث نوايا رئيسية لهذه السنة، افضل ثلاث نوايا رئيسية لهذه السنة بدون ادنى شك انه هذا هو دورك تجاه نفسك في هذه السنة، انك تحط هذه الثلاث نوايا وهي افضل نوايا. فانت بكذا شفت اللي برا انعكاس لك في الداخل فأخذتها وحطيتها ضمن النوايا، شفت الضعف اللي عندك اللي طفح اللي قدامك قاعد تشوفه بعيونك فقررت ونويت انه انت تشتغل على هذا الموضوع، لانه على فكرة لو ما اشتغلت يجي الحساب عسير، ما تبغى. ولو ما انتبهت للي برا وضيعت الفرص برضو تتفوت عليك اشياء ثانية، فمو مصلحتك ومو مسؤوليتك انك تنتبه لبرا. وعندي السايد الثاني لو ما مررت الطاقة برضو مو مصلحتك لأنه في طاقة بتتقفل عليك. تاي تشوف للسايد القوي ما تروح الرقم واحد، تروح الرقم اثنين، لأنه رقم واحد في الغالب مضطرب، مرتبك في تعلق، في مشاعر لم تترتب بعد بطريقة يتم تقديمها للآخرين بطريقة جيدة، تم يعني فيها تلاعب من العقل اللاواعي، فمهم إني أنا أنزل شوية أخذ الرغبة الثانية وأقدمها. هذه هي أفضل ثلاث نوايا تحطها لسنة 2022. اللي يفهم هذا الكلام واللي سجل معانا ولا انتبه ولا حتى لما ينزل المقطع عندنا في إنستغرام ولا في يوتيوب يطبق راح يوصل نتيجة. ليش؟ لأنه هذه هي المسؤوليات اللي مطلوبة منك. في أشخاص يقفزون الأشياء ما هي مسؤولياتهم ولا دورها ولا وقتها. في شخص مطلوب منه يعالج ضعف، يعني طفح يروح لضعف آخر، تضيع وقت وذهاب للطريق المنحدرة. في شخص يروح يحط رغباته على شيء ضعيف ويقعد يحاول ينجم ويحاول يحط طاقة ويحاول يمرر طاقة للآخرين من خلال شيء ضعيف، تضيع وقت وتبديد للطاقة.
لذلك مهم انك انت تعرف انه هذه افضل النوايا اللي انت مسؤول عنها، وعيك مسؤول عنها، انك انت تحطها وتشتغل عليها وتنتبه لها وتركز عليها. طبعا هل في اشخاص يقدرون يحطون اكثر من 3 نوايا؟ طبعا بدون ادنى شك، لكن يعتبر الان على مستوى طاقه، على يعني انت وش تقدر تشيل معك في الحقيبه. لكن مو غلط انه في واحد قاعد يشتغل على 3 نوايا فقط. ماذا لو كانت نيتك في الضعف انك تنظف الماضي، كانت نيتك في القوة انك انت تنقل احتمالك الافضل من 1 إلى 2، كان نيتك في الخارج انك انت مثلا في ترند معين فيك انك انت تشبك معه. ماذا لو خلصت هاي السنة وحصلت كل هذه النوايا؟ راح تكتشف انك انت قفزت لمرحلة كثير كبيرة وممتازة ومحسوبة في نفس الوقت. لذلك مو صح اني انا احط لي يعني 100 نية وكل نية ما ادري هي تزبط ولا ما تزبط، تصلح ولا ما تصلح، اقدر عليها ولا ما اقدر عليها. المهم اني انا اعرف الخطوة اللي انا فيها والمستوى اللي انا فيه، وين اقدر اروح، وين اقدر اخطو، وايش النية الصحيحة اللي المفروض اني انا احطها الان. هذه هي 3 نوايا، هي افضل واصح النوايا اللي مطلوب منك انك تحطها.